ليه جزم حريمي فقط؟ ما لازم يبقى في تخصص، ما ينفعش اشتغل رجالي وحريمي واطفال، ما ينفعش في تخصص. يعني هل علشان الستات بتشتري اكتر، ولا هل أكيد. عشان لا التنفيذ اسهل؟ لا لا مش اسهل، بالعكس الرجالي يعني موديله ممكن يكون ثابت، جزمه رجالي بتبقى ثابته يعني، انما الحريمي موديلاته بتبقى كتير جدا. الحريمي اصعب. طبعا. اوكي. فلازم طيب. يبقى الواحد مركز في حاجه معينه. ليه بقى حريمي؟ الستات بيشتروا اكتر. حلوه. طب والفكره اصلا لما جت لحضرتك من 10 سنين عليك اشتغلت حريمي، فكره جت لك منين؟ جات لي ان شفت ان في السوق اغلبيته جلد صناعي، فانا عايز اعمل جلد طبيعي، اعمل للزبون حاجه جديده، حاجه اللي احنا كنا متعودين عليها من زمان.